بدأت الخريطة الانتخابية على المستوى الوطني تشهد تشكل وظهور تكتلات وقوائم تتضمن أسماء راغبين بالترشح لانتخابات مجلس النواب 18 والتي ستجري في 20 أيلول المقبل، وذلك عن طريق عدة وسائل منها مواقع التواصل الاجتماعي والمجالس العائلية. الحراك الانتخابي لم ينشط بشكل عام كما يلحظ مواطنون حتى الآن، حيث لم ينتقل الحراك الانتخابي من مرحلة السكون إلى بداية التسخين، مبينين أن السبب هو انشغالهم في شهر رمضان وارتفاع الأسعار. والله ركود عشان رمضان، وهسه يعني بعد ان شاء الله رمضان نواب كلهم ما شاء الله عنهم، وان شاء الله بصير اشي احسن ان شاء الله للبلد، وان شاء الله بتتحسن، وان شاء الله وان شاء الله. يعني في شخصيات معينه نزلت عندكم؟ حاليا لا، حاليا لا، او عن طريق الفيسبوك او عن طريق على الفيس. كثير والله شغلات زي هيك، وكل شيء تمام ان شاء الله. في نواب سابقين من نفس المنطقه عندكم يعني اعلنوا ترشيحهم؟ لا حاليا لا، لا حاليا لا. في ناس كانوا قبل نزلوا حالهم، لما خلصوا لما انتهت الدورة الانتخابية ردوا نزلوا رشح حالهم من أول. في ناس يعني كيف انت عرفت انهم تحكي هذا من الناس انه بوزع طرود وبيعطي الأهل الخير بيساعد الناس؟ والله بسمع، بسمع انه في ناس حسن سوبر ومولود سوبر والباشا، يعني في شخصيات في شخصيات الحمد لله الوضع كويس. يعني في مجالس تتحدث عن الحراك الانتخابي؟ اكيد. ومع رمضان والله يعني بعد رمضان؟ لا بعد رمضان اكثر. هسه الناس يعني هسه الناس لسه دايخه يعني. النواب عم بتحركوا لكن الشعب بتوقع ما لهش نيه ينتخب، لانه شافوا المجلس السابق شو سوى. منطقتك في يعني شايف حركة نواب؟ حركة نواب موجودة ويعني بكل المناطق. أنا غير نواب غير الشعب راكد ولا بده من مرة يمتى، يعني كل عم بيحكي بقول لك أنا انتخابات انسى، كل عم بيحكي هيك. الحراك الانتخابي أندر زيرو أبدا. في يعني ممكن عشان طبيعة والناس؟ لا أول إشي رمضان يعني جد بالنسبة للانتخابات، أول إشي رمضان، ثاني الناس، ثاني إشي الناس يعني لحد الآن مش مدركين تغيير في القانون الانتخاب الجديد، ما عندهم ثقة بالمجلس اللي انحل، وبيعتقدوا يعني من خلال نقاشاتي مع الزملاء وخلال نقاشاتي مع الناس بيعتقدوا أنه راح ينتج القانون الانتخابي الجديد نفس إنتاج القانون الانتخابي القديم. هو رمضان له شوية تأثير يعني، بس في ناس مهتمين بالموضوع، كل الناس اللي هي بتنزل كل سنة بالانتخابات مهيئة حالها أنه تنزل السنة هاي. الناس الآن يعني محبطة من الدورة السابقة، وهذا الإحباط طبعا له أسبابه، يعني مش من صلاحياتنا احنا نحكي في هاي الأسباب، ولكن الإحباط اللي موجود عند الناس يعني سيؤدي إلى عزوف كبير جدا عن الانتخابات القادمة، يعني لأنه ما في قناعة في الأشخاص اللي كانوا موجودين. في وجوه جديدة بمنطقتكم؟ في حاليا ما في وجوه جديدة. ممكن أكيد طبعا، هي دائما أي طبخة في آخرها دائما بتزيد حرارتها. الناس مشغولة بالأسعار، الناس مشغولة الآن، مشغولة بارتفاع الأسعار، يعني كل تركيزها الآن على ماذا سيفعله رئيس الوزراء الجديد، يعني بس الناس الآن بتنتظر ماذا سيرتفع سعره في الفترة القادمة. يعني الناس بتفكر الآن، يعني أكثر شيء بيحكوا فيه إنه الكهرباء تم يعني ما في رفع، هو ما في رفع، هو تم تأجيل رفع أسعار الكهرباء. هاجس أكبر. لا ومن الآن ناس متخوفة وغير مرتاحة نفسيا، فما بالك إذا كانت هي غير مرتاحة ماديا وبتكمل عليها نفسيا مش من الفترة الحالية، يعني من سنوات سابقة، فهاي التراكمات الآن أوجدت عند الناس إحباط كبير جدا وعدم ثقة. تشير التوقعات بأن الحراك الانتخابي سيشتد ويتسارع بعد مرور شهر رمضان الفضيل، نظرا لانشغال المواطنين بالعبادة والتجهيز لهذا الشهر، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر في ظل ارتفاع الأسعار كان أكثر بكثير من انشغالهم في الانتخابات النيابية. حازم السردي، الحقيقة الدولية.